بهذه الملفات حقيقة اللي تهم الوطن ومستقبل المجتمع. نعم سيدتي العزيزة نور زهير للأسف ذهب مع الريح، ويحاولون ذر الرماد في العيون والتغطية على نور زهير وعلى الطامة الكبرى بمنع برفع منع السفر عن نور زهير وهروبه خارج البلد. للجلسة الثانية على التوالي لم ولن يحضر نور زهير، كون أنه على يقين تام بأنه سوف يدان ويحكم عليه بعشرات السنين، وسوف يعني يكفل بالمبلغ. حقيقة العقارات الموجودة في بغداد وفي داخل البلد هي غير كافية لتغطية حتى ربع المبلغ، ربع المبلغ المسروق من الأمانات الضريبية. ما حصل بجوحي وغيره هي لذر الرماد في العيون لينسى المجتمع أو الشعب ما يحصل مع نور زهير والمتهم هيثم الجبوري. وهناك عدة شخوص كما اعترف المتهم بعظمة لسانه على قناة الشرقية وقال بالحرف الواحد: إن حضرت أحتاج إلى تغطية إعلامية وإلى محاكمة علنية للإطاحة برؤوس كبيرة برلمانيين وسياسيين ورؤوس كبيرة في العملية السياسية. حقيقة هي مشتركة بسرقة القرن مع نور زهير. نعم. نور زهير لم يكن وحده، نور زهير كان معه موظفين صغار وموظفين كبار وشخوص متحكمة بمصير البلد منذ عشرات الأعوام. طيب دكتور، يعني برأيك هل هناك ما يحاول جر الحكومة من خلال صناعة قصص ثانية بطلها محمد جوحي بقضية التجسس هذه، وذلك من أجل حرف الأنظار عن سرقة القرن وهروب نور زهير من العراق؟ هو لم يهرب، نور زهير لم يهرب، بل تم تهريبه، كون أن رفع إشارة عدم التصرف عن عقاراته ورفع الحجز عنه ورفع منع السفر عنه هو تهريب للمتهم نور زهير. أبطالها شخوص كبيرة ورؤوس كبيرة في العملية السياسية، ضغوط كبيرة جدا أجريت على ما حصل على هيئة النزاهة وعلى غيرها لرفع منع السفر عنه وتهريبه خارج القطر. نور زهير قد لا يرجع، نور زهير قد يكون في سويسرا، وهنا نعم. ويعني ليس جميع الدول لدينا اتفاقية معهم بتسليم المتهمين أو تسليم المطلوبين مع الانتربول. طيب. كثير من الدول لم يوقع العراق أو هم الدول الأخرى لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين، ومنها دول الكومنولث وجزر تابعة إلى بريطانيا إلى المملكة المتحدة، فهو تم تهريبه ولم يهرب. ونور بلا رجعة حسب قراءتي القانونية والسياسية له، نور لن يرجع. أما موضوع محمد جوحي، لا نقول إن محمد جوحي هو بريء مما حصل من تسريبات أو تبرئته مما حصل من كثير من الأمور المخالفة للقانون والتي بثت الرعب، وكذلك تدخله بوزارات وهيئات وتهريب أموال وما إلى ذلك. لكن تزامنها مع نور زهير هي لذر الرماد في العيون، لخلط الأوراق على المجتمع العراقي لكي ينسوا طامة نور زهير والطامة الكبرى لنور زهير. حقيقة مليارات الدولارات هي تعادل ميزانية الأردن واليمن وسوريا مجتمعة.